بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة عن الواقع الصحي في حضرموت قبل 70 عاما. من المعروف أنه كانت هناك أوبئة في حضرموت منتشرة في تلك الفترة. هذه الأوبئة مثل وباء الجدري القطيب، ووباء سعال الديكي، وباء الحصبة، كانت منتشرة هذه العام. هذه بقت منتشرة الأوبئة إلى سنة 1361 1941، كانت لا زالت موجودة، لأنها لم توجد المصلات التي يعملونها ضد هذه الأوبئة، ضد تطعيم الجدري. تطعيم كان إلى 1361-41 لا توجد الآن، ولكن بعد هذه السنة وصلت المصلات هذه الذي هو ضد الجدري، ضد سعال الديكي، وطعم أبناء الشعب، فانتهت هذه الأوبئة. الجدري والقطيب والسعال الديكي والحصبة كلها بفضل لما جاءت المصلات ضد هذه الأوبئة. أما أول مستشفى بني في حضرموت، نعم، فأن السادة الكاف بحكم ثروتهم الطائلة واتصالهم ببلدان جنوب شرق آسيا بسنغافورة وإندونيسيا وغيره، فأنهم نقلوا هذا ما يتعلق بتحسن الوحدة الصحية من سنغافورة إلى تريم وسيوون. في سنة 1350 هجرية فتح أول مستشفى في تريم، فتحوه السادة آل الكاف، والعلاج في هذا المستشفى مجاني لجميع طبقات الشعب، فكانت مكرمة كبيرة من خيرات السادة آل الكاف، ما يسمونه ثلث شيخ الكاف، أن فتحوا هذا المستشفى مجانا. نعم، كيف يعالج المستشفى الأمراض في تلك الفترة؟ وما هي الأدوية؟ ما هو الميديسن الذي هو يكون مضاد حيوي ضد الأمراض؟ جلبوا أيضاً السادة الكاف من إندونيسيا ومن سنغافورة المضادات الحيوية عبارة عن أقراص. نعم، أقراص هذه مثلاً لما تنتشر الملاريا في وادي حضرموت بعد الأمطار ولدغات البعوض، نعم، يعطونهم من هذا المستشفى حبوب يسمونها الكينة أو الكنينة. الكينة هذه هي أشجار مرة جديدة جدا، مرة تصنع كيمويا في إندونيسيا في سنغافورة، ويأتون بها إلى حضرموت من أن تكون مضاد حيوي ضد حمى الملاريا. ثم أيضا نقلت إلى هذا المستشفى بعد أن كان طب الأسنان لا يوجد في حضرموت في ذلك الفترة، إنما الصواغين هذه بالكلاليب حقهم يخلعون الأسنان. أتوا لنا أيضا بالمفتر الذي هو يفتر السن بحيث أنه يخلع السن هذا بدون ألم. نعم، كان من كبار أطباء الأسنان في تلك الفترة 1350-40. نعم، الدكتور شيخ بن عبد الرحمن بن شيخ الكاف. عبد الرحمن بن شيخ الكاف رجل إحسان وموسر، وهو فتح المستشفى هذا في تريم، ولكنه علم ولده شيخ هذا في مصر، علمه في طب الأسنان وصار متخصص في طب الأسنان عندنا هنا، يخلع السن بمفتر وبدون ألم. أول مستشفى في سيئون أيضا بعد مستشفى تريم، انتقلوا السادة الكاف من تريم إلى سيئون سنة 1353، وفتحوا مستشفى في سيئون أيضا، وأحضروا المضادات الحيوية هذه في سيئون. وكان من هو أول صيدلي حضرمي في هذا المستشفيات؟ أول صيدلي حضرمي هو هذا السيد صالح بن محمد بن حسين الجفري. صالح بن محمد حسين الجفري هذا أخذ دورة تدريبية في عدن، نعم، ثم اكتشفت بعد أن الكنينة، جار الكنينة والحبوب، اكتشفت الإبر الانجكشن، نعم، السيد صالح الجفري هذا هو أول واحد ما هو تعلم
كيف يضرب الإبر الإنجكشن بالمضادات الحيوية البنسلين والستربتوميسين، أعقبه بعد ذلك صيادلة آخرين. ولكن ما هو أول مستشفى فتح في وادي حضرموت؟ أول مستشفى فتح في وادي حضرموت هو في شبام، حيث الدولة القعطية أرسلت من المكلا طبيب إلى شبام، هو هذا الدكتور رندي، وفتح مستشفى يعني متواضع في القصر السلطاني في شبام، وكانوا يأتون من سيوون، يأتون من البلدان الأخرى إلى شبام إلى عند الدكتور رندي الهندي هذا، نعم، ويعالجهم في هذا المستشفى، نعم، سواء من ناحية أسنان يخلعها، ما هو كله بتاع كله طبيب واحد، ما هو كما الآن تخصص، نعم، وهو طبيب أسنان يخلع الأسنان، وهو طبيب ضد الحميات يضرب الإبر وما إلى ذلك، نعم. توافدت إلى شبام في تلك الفترة، الناس ينتقلون إلى شبام ويعالجون أمراضهم في شبام، لأنها كانت مركز تجاري قوي للدولة القعطية في وادي حضرموت، هي شبام مركز تجاري، وبها المستشفى الناس يعالجون فيه، نعم. بعد ذلك تحسنت الحالة الصحية في وادي حضرموت، والحكومة البريطانية فتحت مستشفى ضخم في سيون، هذا اللي هو مستشفى سيون، مستشفى ضخم أبوه، أقسام خاصة الطوارئ، أقسام خاصة ومستشفيات وحجر وترقيد أظن. أما مستشفى السلام أول ما حد يرقد فيه، لكن جاء مستشفى سيون هذا في ترقيد وفي صيادلة، وفيها أيضا الحبوب أيضا تعطى من المستشفى مجانا، نعم، في تلك الفترة، نعم. ولكن قبل هذه المستشفيات من أول كان ما هو يعالجون بها، قبل هذه المستشفيات من أول كانوا يعالجون بمضادات حيوية عبارة عن دهونات، أكثرها دهونات، مثلا آلام الصدر جابوا له دهن، هذا الكبوتين، نعم، وجابوا ايضا الدهان بوفاز وما الى ذلك، نعم. فتحسنت الحاله الصحيه في حضرموت في تلك الفتره ما قبيل الاستقلال، وصارت مستشفى سيئون ياتون اليه من كل البلدان، من بلدان دوعن ومن القرى المحيطه بتريم وغيره، مستشفى بترقيد وبأطباء أيضا خبراء، بعضهم أطباء هنود من هنود وأطباء إنجليز أيضا، والمضادات الحيوية السلفاجونيدين لأمراض البطن، والسلفاميزيدين مضاد حيوي أيضا ضد الحميات وضد الآلام الأخرى. وتحسنت الوحدة الصحية في تلك الفترة ما قبيل الاستقلال بفضل هذا المستشفى. جاء من الهند في هذا المستشفى اللي هو الدكتور كفيل الدين، هذا الدكتور كفيل الدين في مستشفى سيئون يعالج الناس، ولكنه فتح مدرسة أيضا يعلم الصيادلة، هذا فله فضل كبير كفيل الدين هذا، فهو علم الصيادلة أولا اللغة الإنجليزية لأن الأدوية كلها باللغة الإنجليزية، ثم بعد أن علمهم اللغة الإنجليزية عرفهم أيضا على تركيبات الكيماوية للأدوية، وطلعوا الآن جيل كبير من طلبة الدكتور كفيل الدين، لا زال باقي منهم الآن الصيدلي الكبير عبد الرحمن بن إبراهيم السقاف، أما الكثير منهم مثل علوي بن سالم توفي، عاد باقي منهم بقية، باقي منهم علي الصنبل عاد باقي، وعاد أبو مارك من هذه البقية الصليلة اللي علمهم كفيل الدين تلك الفترة. هؤلاء الصيادلة الذي علمهم كفيل الدين يقومون بخدمة صحية ليس في المستشفى بسيئون، ولكنهم أيضا يذهبون إلى البيوت في العصريات وما بعد المغرب، إذا هناك امرأة في بيت ما تستطيع الحضور إلى المستشفى، نعم، لا تلجأ إلى المستشفى، يذهبون الصيادلة إلى بيتها. فتحسنت الحالة الصحية في سيئون أيام كفيل الدين تحسن كبير جدا جدا، نعم. كذلك
كفيل الدين له الفضل انه ايضا في عمل ايضا قسم خاص للتوليد، ايضا قسم التوليد في المستشفى. نعم، فالنساء في ذلك الوقت البعض منهن يصعب عليهن التوليد، ولكن كفيل الدين فتح قسم للتوليد. المرأة تأتي إلى المستشفى، ودربوا أيضا بنات صيدليات يتولين توليد المرأة في المستشفى. نعم، عاد باقي منهم هذه فاطمة بنت البلفاس وغيرهم من المولدات. نعم، وهكذا الشأن طبعا في المكلا. هنا تحسنت الأوضاع الصحية والمستشفيات فتحت وانتشرت الوحدة الصحية بما لا مزيد عليه. أما بالنسبة لبعض العمليات الجراحية، مثلا عندما يمرض الإنسان في سيئون بالدودة الزائدة، ما توجد عمليات دودة ثانية، ينقل المريض من سيئون بالدودة الزائدة إلى عدن، مستشفى الملكة الضخم الذي هو في عدن. هناك في مستشفى الملكة الضخم الذي في عدن تجرى عمليات جراحية، سواء ضد الدودة الزائدة، سواء بأمراض أخرى باطنية، سواء الحجار الكلى. أيضا في سيئون في ذلك الوقت الحجار الكلى ما عندهم عمليات، ينقلون إلى عدن إلى مستشفى الملكة. نعم، ولهذا بعض من المرضى الذين ذهبوا إلى عدن للعلاج في مستشفى الملكة سموها العدني. واحد عندنا حسين السقاف العدني سموه العدني لأنه ذهب إلى عدن يعالج ضد الأحجار في كلاه، وعملوا له عملية في عدن فسموه حسين العدني. نعم، نعم. تحسنت الأوضاع الاقتصادية الصحية فيما قبيل استقلالنا الوطني، وأما بعد استقلالنا الوطني حدث ولا حرج. كانت هناك مستشفيات، الآن مستشفى تخصص الأسنان، جاءت الآن مستشفيات يعني تخصصية وتجارية. من أول ما في مستشفى تجارية، تحسنت المستشفيات التجارية الآن، قسم الأسنان تجاري وقسم غيره تجاري. الآن نأتي إلى موضوع هام عن موضوع الحالة الصحية في حضرموت، وهو عن البعثات الطبية التي ترسل إلى الخارج. نشطت هناك المدارس التي في حضرموت، بعد أن يتعلم الطالب في الثانوية يختار منهم قسم يبعثون إلى الخارج ليتعلموا في الشؤون ما يتعلق بالشؤون الطبية، من أجل يكونوا هؤلاء المبتعثين إلى الخارج يكونون كوادر طبية في مستشفيات سيئون وتيم وشبام وغيرها. نعم، فترسل إلى الخارج، لأنه ما توجد عندنا كلية طب في حضرموت تعلم، أو كلية صيدلة ما فيها، إنما هم يبعثونهم إلى الخارج. بل بعض منهم يبعثونهم إلى عدن، حيث عدن فيه كلية طب، بعضهم يبعثونهم إلى العراق، بعضهم يبعثونهم إلى مصر، بعضهم يبعثونهم إلى سوريا، بعضهم يبعثونهم إلى الكويت، وهكذا. كيف استفادت حضرموت في تلك الفترة من هذه البعثات الطبية؟ كما أن هذه البعثات الطبية التي تبعث إلى الخارج أيضا، لأنه في كليات الطب تدرس العلوم الطبية باللغة الإنجليزية، فهم يستفيدون لغة إنجليزية أيضا، إضافة إلى خبرتهم في شؤون الصيدلة وشؤون الطب ما إلى ذلك. فهذه الكوادر الطبية هي الرعيل الأول لتحسن الحالة الصحية في وادي حضرموت، ومكافحة الأوبئة أيضا في تلك الفترة. نعم، وأيضا في جابوا المضادات التي هي ضد النامس وضد البعوض. نعم، مع مضادات جابوا أيضا مضادات، حتى نوع يسمونه الدي دي تي الذي هو يقضي على البعوض وعلى النامس. فتحسنت الحالة الصحية في حضرموت تحسنا ملموسا، وهذا كله بفضل البعثات التي ترسل إلى الخارج، والأطباء الذين يأتون من الخارج. هناك أطباء يأتون من الخارج، فقد وصل طبيب إلى سيئون خاص، الطبيب هذا من بغداد من العراق، خاص في البواسير فقط. كيف
يعالج البواسير في تلك الفترة، نعم بطريقة شعبية من الأول. كيف يعالج البواسير؟ اسمه السيد علي، سكن عندنا في سحيب ساوون، وتزوج عندنا في سحيب ساوون وهو من أصل عراقي من بغداد. بواسطة هذه البعثات الصحية حصل امتداد وتجانس ما بين شخص من العراق يعالج الناس في ساوون ويتزوج في ساوون ويسكن في سحيب ساوون، وكان له تاريخ مجيد وأولاده موجود وبنى بيت في ساوون، كل هذا موجود عندنا نعم، نتيجة البعثات الطبية التي ترسل إلى الخارج أو الأطباء الذين يأتون إلى الخارج إلى حضرموت. نسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا صحة تامة وعافية دائمة وبركة في العمر، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.